طيب كل سنة وأنتم طيبين وأيام سعيدة عليكم، أيام مباركة فيها رحمات من الله عز وجل علينا. وخلوا بالكم حالات الكورونا بدأت تزيد، نقلل من التجمعات، اقعدوا في بيوتكم اليومين دول والتجمعات نقل منها كده، وربنا يعدي الأيام دي على خير يا رب يا رب. النوبة اللي فاتت الدكتورة أمل سمير عرضت لنا حالة في غاية الروعة، بس حسيت إن العرض اتظلم فيها شوية. للي كان متابع معانا الويبينار السابق يعني. الحالة كانت بالشكل الآتي، ده كلينيكال سيناريو. على فكرة الكلينيكال سيناريو ده جالي العيادة قريب جدا على حالتين ورا بعض، فنقول بسم الله. ديت patient 26 years old وجاية بsudden itchy eruption for 20 days. يا دكتورة أمل أنت كنت معانا، لو معانا في النهاردة دكتورة أمل سمير تكتب على الشات، لأن هي كانت عارضة الحالة دي المرة اللي فاتت. البنت دي كانت 26 سنة، جات لي مخضوضة جدا يا دكتور، أنا في خلال وقت قصير جدا 3 أسابيع ماكسيمم بدأ الإرابشن ده يطلع في جسمي بالشكل ده. طيب لما بدأنا نشوف on examination، زي ما حضراتكم شايفين الترانك مصاب بالشكل ده، في وايد ديسيمينيشن لباتشز وماكيولز وبليكس خفيفة وسكيلي ولونها فيوليشس شوية in color، ونقدر نقول دخلة على دسكي ريد في بعض الليجنز. وما تنساش كلمة اتشي، وتخيل الهورور اللي العيانة جاية بيه، العيانة جاية أصلا في بانيك أتاك تقريبا. يا دكتور أنا إيه ده اللي ظهر لي ده؟ أنا رحت الدكتور، وكان نص الحوار كالآتي يعني. أنا رحت الدكتور وقال لي إن دي نخالة وردية، وخدت علاجات للنخالة الوردية، وبعدين ما فيش تحسن، بالعكس الايه الحاله عماله تزيد. فده المنظر كلينيكيا. طيب الحاله دي اتعرضت، والدكتوره امل سمير قالت لنا ان دي حاله لايكن اكيوت جنرالايزد لايكن بلانس، والحاله فعلا هكذا اكيوت جنرالايزد لايكن بلانس. فالحاله ما فيش داعي للتفكير فيها او ان احنا بنعمل كويزز ولا حاجه، بس ركز بقى معايا في الحدوته دي، ركز معايا في اللايكن دلوقتي، ركز معايا في الدرموسكوبي بتاع اللايكن، وركز معايا حضرتك في الأكيوت جنرالايزد لايكن، لأنه هو دايماً أندر دايجنوست، موجود وبتشخص غلط، ودايماً بنشخصه لازم أشخصه بعد حد. يعني العيان ده دايماً ما يجيليش أنا كده دينوفو، لازم يكون راح لحد يقوله ده بترياسيس روزية، ده سورايسيس، إزاي يجيلك السورايسيس في العشرين يوم، وهكذا، وفي الآخر نكتشف إن هي لايكن. طيب نرجع للدرموسكوبي اوف لايك. انتوا عارفين حدوتي مع الدرموسكوب كانت ايه؟ حدوته من واقع الحياه، انا شخصيا عمري ما حضرت اي ورشه عمل درموسكوب، عمري ما حضرتها، وكنت استثقل الكلام عليه وايت دوتس وفي البلاك دوتس وفي ريد دوتس، واسلوب نمطي في المعالجه في الدرموسكوب اول ما ظهر، والناس كانت بتحفظ الريد دوتس دي فين والوايت دوتس فين ومش عارف ايه. لكن انا اتعلمت درموسكوبي بالبراكتس، ان انا كل حاله اشوفها عندي في العياده لازم احط عليها الدرموسكوب، لازم احط عليها هذه الاله، هذه الاداه. تعلمت الميكانيزم بتاعه في البدايه، فتحت الكتب وقريت وشفت يعني ايه بولارايزد درموسكوبي ويعني ايه نون بولارايزد، وده اللي انا حاولت اشرحه في الانترودكشن بتاع الدرموسكوبي اللي ما شاء الله ما شاء الله على قناه اليوتيوب واخده اقل مشاهدات. وقلت لكم ده على الجروب يعني، بس افهم الاله دي بتشتغل ازاي، وبعدين خلاص احنا بقى نطبقها على كل مرض ونشوف علشان نتعلم. فبدات اعرف اللايكن بالنظر، تخيلوا كده انا بصوا بالدرموسكوب يا جماعه، والله العظيم ده في البدايات اشوف اقول بص المنظر ده بتاع لايكن، طب انا شايف ايه مش عارف، بس انا شفت المنظر ده قبل كده في حالات لايكن. تخيلوا أنا كنت كده من سنين يعني، لحد ما بدأنا بقى ننظر. خلاص ما أنت من كتر ما بتشوف خلاص بتبدأ تعرف بعد كده، ده دي اسمها كذا ودي اسمها كذا ودي اسمها كذا، وتبدأ تتعود وتتعلم كويس. فالدرموسكوبي بتاع اللايكن فيه 3 حاجات مهمين جداً.
الويكهام سترايل وفي فاسكولر ساينز وفي بيجمنت ساينز. والكلام ده اربطه بالدرماتوباثولوجي يا اخوانا. هو ايه مشكله اللايكن او ايه الدرماتوباثولوجي بتاعه؟ اللايكن بيبقى انترفيس درماتيتس، يعني انا عندي مشكله في الانفلاميشن في الديرمو ابيديرمال جوينت، والانفلاميشن ده بيبوظ البيزمنت ممبرين، فبنبدا نلاقي الميلانوسايتس سقطت من فوق ونزلت تحت، والميلانوفاجس اتكونت بعد كده اللي هو الماكروفاج اللي ياكل الميلانوسايتس او الميلانوزومز اللي جواها. فبالتالي البيجمنت باترن واضح جدا ان انت تشوف هتلاقي نقط جريش او نقط براونش او نقط بلاكش على حسب البيجمنت دي موجوده فين. والفاسكولار باترن ان انت بتشوف ريد دوتس بتناظر وجود دايليتد بلاد فيزلز او في دايليتيشن في البلاد فيزلز او حتى في نوع من انواع الدامج في البلاد فيزلز تبان لك على سطح الجلد على هيئه نقط. والويك هامسترايا اللي هي الموست كومون والموست باسوجنومونيك ساين في الدرموسكوب لللايكن اللي هي بتناظر الفي شيب هايبر جرانيولوزيس بالدرماتوباثولوجي، يعني بنلاقي في الباثولوجي ان في في شيب هايبر جرانيولوزيس. طيب بص كده معايا، بص على المنظر ده، بص وركز. المناظر دي كنت انا اشوفها اقول ده لايكن كده بالممارسه ومانيش واخد بالي قوي من التفنيد. التفنيد ده جه بعد كده لاحقا لما شفت مره واثنين وثلاثه وعشرة وبدات الاحظ الويك هامسترايا واضحه وضوح الشمس قدام حضرتك اهو. دي حاله كلاسيك لايكن واضحه جدا يا جماعه اللي مشغل الكاميرات، يعني رجاء يقفلها، يعني بيشوش علي انا وبشوف مناظر عجيبه، ناس نايمه على السرير وحاجات كده، فاللي يدخل ما يقفلش يقفل الكاميرا. الويك هامسترايا واضح جدا جدا اللي هي الوايتش لاينز، انا حاولت احط عليها البلو اروز دي، تمام. واضح جدا الفاسكولر دوتس او الريد دوتس الموجوده وزن ويك هامسترايا. بذمتكم في حد مش واخد باله؟ هل السلايد اللي انا جايبه ده فيه اي مشكله في اللي انا بقوله؟ افتح اوبن ديسكشن، افتح المايكات، ولا نكتفي بالشات؟ تاني، يبقى هنا في ويك هامسترايا واضحه جدا وفي الفاسكولار دوتس. طيب البيجمنت دوتس مش موجوده ليه؟ موجوده بس في البريفري اهي، ما اعرفش انتوا شايفين بالسهم ولا لا، بدات تتكون، وحته الريد دوتس دي تقلب مع الوقت ب بلاك دوتس او بالبيجمنت باترن بعد كده. خلي بالك الويك هام مش هتجيلك كل مره بالنمطيه الجميله دي، مش هتجيلك هنا هنا ان ريتيكولار فورم اللي هو التيبيكاليتي بتاعه الكلينيكال اصلا بتاع اللايكن والتيبيكاليتي بتاعه الدرموسكوب عفوا الدرماتوباثولوجي، مش لكن مش كل مره تجيلك كده، ممكن تجيلك راديال، ممكن تجيلك انيولر، يعني واخده حز الليجن من بره مش من جوه، فمش كل مره هنشوف النمطية دي، لكن أنا جبت لك النمط في البداية عشان تدرب عينك، وسنة سنة هجيب لك صور تانية. اللي بيرسم على برضو بضطر أوقف الشرح علشان أعمل كلير وكلير أور دروينز كده، فرجاء نستخدم الزوم كويس يا جماعة عشان نساعد بعض. طب بصوا كده السلايد اللي بعده، إيه رأيكم في السلايد ده؟ دي حالة لايكن برضه وكلاسيك، بس اللايكن ده قديم شويه يعني مش فريش ليجن قوي. الويك هامسترايا واضحه جدا اهي، معرفش السهم باين اللي هو اللي انا بحركه كده على زوم اهو. طبعا البلوش ارو ده للويك هامسترايا، والبلوش ارو هنا برضه للويك هامسترايا. انتوا يا جماعه سامعين ولا ايه؟ في ناس كاتبه انا مش سامع حاجه خالص. الصوت واضح؟ لا يبقى عندك المشكله انت يا دكتوره ايمان. يبقى البلوش ارو هنا في الويك هامسترايا. بص بص الريد سيركل دي على البيجمنت باترن اللي ممكن تشوفه بريفرال تشوفه سنترال شويه مش شرط، واليلو سيركل على الفاسكولر باترن او على الريد دوتس. تعملي ايه علشان تسمعي يا دكتوره ايمان؟ ما اعرفش، هتلاقي زرار كده يمكن عليه علامه سماعه ولا حاجه شغالين.
يبقى ده منظر تاني للايكن بالدرموسكوب. حلو، يبقى احنا هنا عندنا شفنا السلايد الاولاني اهو ده لايكن لايكن، وهنا اللايكن ده باترن تاني وده كلاسيك، كل ده كلاسيك درب عينك. يجي واحد يقول السكيلز دي يا دكتور موجوده عادي، انت ممكن تشوف سكيلز في لايكن، ما في كومباكت هايبر كيراتوزس، والعيان لو عنده دراي سكين بتلاقي سكيلز. ودي النقطه اللي كانت يعني شوشرت شويه على امل سمير وهي بتعرض الحاله دي الاثنين اللي فات، وهي بتعرضها قالت لي بس في سكيلز وانا مش شايفه، وهجيب لكم صور الحاله دي بالدرموسكوب تاني بشكل اوضح، ومش شايفه الويك هامسترايا يا دكتور. طب بص لللايكن ده، بذمتك انت شايف ويك هامسترايا؟ اللي نظره حاد وهيبدا يتعود اه في ويك هامسترايا اهي، السهم انا مشاور عليه بالسهم اهو، كل دي ويك هامسترايا تمام، بس بدات تبقى موجوده في السنتر وبرود شويه يعني تخينه حبه، والسكيلز موجوده وفي الريد دوتس موجوده وزن وموجوده في البريفري. دي انذر كلينيكال عفوا انذر درموسكوبيك بيكتشر اوف لايكن. يبقى انا علشان اشوف اللايكن مش لازم الاقي التيبيكاليتي قوي، ده انا برجع للترايات، ده بتشوف ويك هامسترايا بمختلف اشكاله. لما ترجع للليترتشر وتقرا هتلاقي ان له باترنز كتير، اشهرهم الريتيكولار باترن او اللاس باترن ده او اللي هو شبه الدانتيل ده، لكن ممكن تلاقي بريفرال انيولار، ممكن تلاقي حاجه اسمها راديال، ممكن تلاقي حاجه اسمها في لايك، وفي انواع كتيره. الفاسكولار باترن كمان مش واضح، في حاجات كتير بس هو اغلبه بيبقى ريد دوتس، والبيجمنت بتبقى بيجمنت او بيجمنتري دوتس، لكن ممكن تلاقي بلوتشز، ممكن تلاقي هوموجينس بيجمنتيشن على حسب نوع اللايكن. لان اللايكن يا جماعه من اكتر الامراض اللي هي كان ميميك اذر درماتوزيز، يعني انا بعتبر اللايكن از ا جريت ايميتيتور، اللايكن از ا جريت ايميتيتور. It is not flat, topped, polygonal, itchy, papule anymore. ده انت بتشوف اللايكن بتشوفه عجب، وساعات بيجي في البلم والصول بشكل عجيب، وساعات يجي ايروزف، وساعات يجي زيستريفورم، ويجي بيجمنتد لايكن او لايكن بيجمنتوزس، يعني بياخد اشكال متعدده جدا. ده حتى الاكتينيك لايكن لوحده له ميني سب تايبس، وكنا عملنا في ويبينار سابق للي متابع معايا انواع الاكتينيك لايكنز، وعرضنا حالات كتير في الاكتينيك لايكن. فده الدرموسكوبي الويك هامسترايا وريد دوتس، ده عيان غامق شويه، عيان سكين تايب 4، فبالتالي البيجمنتري ساينز موجوده فيه اكتر، الويك هامسترايا واضحه، الريد دوتس في البريفري بتقول لك ان ستيل في اكتيفيتي. ده منظر تاني لسه فيري ايرلي لايكن، الويك هامسترايا بدات تتكون اهي بس ستيل برود وفي السنتر قوي اهي، وريد دوتس وشويه سكيلز، كل دي مناظر للكلاسيك لايكن. شوف المنظر ده، مقع عينيك كده وشوف، هتلاقي ان الويك هامسترايا واضحه بس مش انفيزبل قوي، علشان كده في تيرم بدا يظهر اسمه انفيزبل ويك هامسترايا. الله، طالما هي انفيزبل سموها يعني هي انفيزبل وبنشوفها، اه بتشوفها لما تبقى اكسبرت اي، يعني تبقى زي حالاتي شفت لي ولا 100 حاله لايكن بالدرموسكوب، فتبدا تاوت لاين نفسك انت الحال. خليكم معايا كده بس انا علشان لما بضطر اخرج وعشان اقفل صور واقفل فيديوهات ناس بتشغلها الجهاز برضو مش بيتعاون قوي يعني. استنوني بقى دقيقه كده. تمام. فلما تبقى عينك اكسبرت اي بتبدا تلاقي شايف الوايتش الدوتنج اللي بتحاول تعمل لاينز في السنتر دي اهي اهي، بتبقى في لايك، ودي برضو ويك هامسترايا، والبيجمنتيشن واضح جدا، وده بيدل ان الديرمو ابيديرمال جانكشن فيه مشكله،
وان بدا يحصل البيجمنتري انكونتيننس في الباثولوجي وبدات تتكون. وفي سكيلز اللي هي في كومباكت هايبر كيراتوزس، وفي سكيلز كمان مش لازم برا كيراتوزس يعني هي اللي تعمل سكيلز. فادي منظر اخر لللايك. بص المنظر ده، الويك هامسترايا مش جايب التيبيكاليتي بتاعت اول مره، شايف في النص موجوده اهي وبتحاول تتكون، وفي بيجمنت او بيجمنتري ساينز، وبرده في سكيلز برضو ده لايك. نرجع بقى للحاله بتاعتنا. يبقى كل السرد اللي انا اللي فات ده عشان ادرب عينك على الدرموسكوبي بتاع اللايكن. لحد كده مفهوم يا اخوانا؟ قبل ما نرجع للحاله تاني، علشان احنا قلنا دي كبسوله فانا بتكلم بسرعه شويه. اي سؤال؟ انا هقف هنا وهبص على الشات اهو. اي سؤال حد يكتب على الشات؟ تمام تمام، نكمل. نرجع بقى للبنوته دي. البنوته دي جايه في هورور بانيك، وجايه انا جسمي وبنت صغيره، وعلى فكره لسه والده، كانت لسه والده قريب، عشان كده بطنها يمكن واضح فيه الريدندنسي شويه اهو، كانت لسه والده قريب على ما اتذكرها يعني. ويا دكتور نعمل ايه؟ فبصينا بقى بالدرموسكوب. تعال نشوف الدرموسكوب بتاع البنت دي. بص كده وانا عامل لك كلوز اب بذمتك. الويك هامستراي مش شايفها انت اهو؟ اهي مطرح الاسهم اللي انا عمال اشاور عليها دي اهي. ده بالعكس، ده دانتيل لايك، يعني هنا ريتيكوليتد الى حد كبير. امل سميره لما جت تعرض المره اللي فاتت يمكن كانت الصوره مش واضحه او ريزوليوشن مش عالي، مش شايفه هي الويك هامز قوي، بتقول انا شايفه سكيلز يا دكتور احمد. خلاص تمام. وعلشان الحاله اكيوت جدا وبنص روك، روك ما بيكتبش، ما فيش حاجه في روك اسمها اكيوت جنراليزد لايكن على فكره، بيسموه اكيوت اند سب اكيوت لايكن، هو مسميه كده، هو لايكن ان نو تايم. فبالتالي انت مش هتلاحظ الويك هام واضحه قوي زي اول سلايد من عارض انه واضحه لعينك. ده انت هتبدا تاوت فريم، انت تبدا تقول اه ده هو بدا يتكون اهو، فهو مش واضح قوي. عشان كده بيبدا التيرم اللي يظهر في مرجعيات وادبيات الدرموسكوبي اللي هو اسمه انفيزبل ويك هام ستراي. انفيزبل، موجوده بس مش مرئيه قوي، لكن عينك الخبيره تجيبها تقول اه ده بص اهو كل ده بيحاول يعمل الفي شيب هايبر جرانيولوزس، بس علشان الموضوع ستيل ان نو تايم. فهتبدا تشوف اكتر ايه؟ هتشوف الفاسكولر دوتنج او الريد دوتس، واللي لسه هتبقى فريش كلر، لسه لونها بينكش يعني لونها احمر اهو. لو عارف، لو صبرنا شويه زي ما حاله ثانيه هعرضها بعد شويه، هتلاقي قلبت بني. يبقى البيجمنتري ساينز هتشوفها ليتر اون. خلاص. السكيلز اهي، بصوا بصوا على السهم، السهم بتاعي واضح ولا لا؟ دي سكيلز. لكن الويك هام اهو، ادي ويك هام، بص كده على السهم، كل ده ويك هام سترايا، كل الابيض ده ويك هام. لكن السكيلز واضح ان هي حاجه بتقشر، لكن الويك هام اهو بترسمه، ده انت ممكن ترسمه لسه ستيل انفيزبل، بس عشان دي اكيوت، اكيوت جنراليزد لايكن، اتس نوت تيبيكال او كلاسيك لايكن بلانس. طب بص على الحاله، والنبي يا جماعه اللي بيشغلوا الكاميرا ابوس ايديكم، مش منطق انا اركز في المحاضره ولا اقعد اقفل لكم الكاميرات. بص على المنظر ده اهو، اظن عينك درب عينك. الانفيزبل لايكن واضح، عفوا الانفيزبل ويك هام سترايا، والريد دوتس العنيفه دي، خلاص هتشوف المنظر ده ده لايكن. طب بص كده بذمتك، الويك هام هنا مش بدأت توضح شوية؟ أهو الصورة دي لقطتها في الزيارة الثانية للبنت، يعني الزيارة الأولى كان الدرموسكوب بتاعها اللي فات ده، في الزيارة الثانية بعد أسبوعين أو ثلاثة الويك هام هنا بدأ يظهر أهو، وبدأ يبقى ريتيكوليتد باترن، وبدأت النقط الحمراء تبقى بيجمنتد شوية، يعني معناه الإنفلاميشن بيسبسايد، والبيجمنتري انكونتيننس هو واضح وبدا يعمل. البنت طبعا اخذت ناروباند واخذت سيستميك ستيرويد، فيمكن الصوره هنا نقدر نقول قريبه للكلاسيك لايكن شويه. معايا؟ طيب اه طبعا انا اسمح بسكرين شوتس، طبعا انا هعمل الشغل ده عشانكم يعني. تمام. بص هنا، دي منظر واضح قوي بقى، اظن ويك هامستراي هنا اهي واضحه جدا، والسكيلز دي ما تلخبطكش معاها،
والبيجمنتري دوتس بدأت تبقى موجودة برضو within the lesion. It's lichen. يعني بدأ ياخد الكلاسيكية شوية. بص المنظر ده وجهة مستراية عريضة ومتنفخة والدنيا بدأت تبقى تمام. البيبر دي أنصحكم تقروها كله دلوقتي بعد ما خلص، خش على النت هات البيبر دي. البيبر دي على فكرة معمولة for free، أي حد يجيبها. ممكن أجيبها لكم وأحطها لكم على جروب التليجرام بعد النهار. أمال مشكلة الأكيوت جنراليزد لايكن إيه؟ إنه ما بيلحقش. فزي ما أنت شايف التيرن invisible weak hamstria، يعني هم حطوا الترم ده إن في weak ham والله، بس ركز أو عينك تبقى مدربة أو خبيرة هتلاقي weak ham، عارف اللي هو إيه؟ كأنك شافف ورق بالكربون كده، هو باين بس مش قوي. يمكن اللي مغطي عليه الريد دوتس او كده والسكيلينج. طب ما انتش واضح، حط قطنه بشاشه وشيل السكيلينج دي شويه وبص تاني، يبقى هتشوفها واضحه. علشان كده الويك هامستريا مش حقيقه قوي في الاكيوت جنراليزد لايكن، لكن في الكلاسيك لايكن تلاقيه. يا سلام، لازم كلاسيك لايكن تحط تلاقي الويك هامستريا. علشان كده لو حضرتك بتشوف لايكن ومشخصه بسهوله بالكلينيكال بيكتشر، والله مش هتخسر حاجه ما تحط الدرموسكوب ده علشان ترين يور اي، بتدرب عينك خلاص. تقوم لما تجيلك حاله اكيوت لايكن تتخيل الويك هامستريا شويه، لان مش هتبقى واضحه، وبالتالي الفاسكولار باترن وجوده بشكل عالي جدا في الاكيوت جنراليزد لايكن، تشوفه اقل في الكلاسيك لايكن او الاولد لايكن ليجنز. حالة تانية، دي بنت 16 سنة ونفس الحدوتة. يا دكتور نوح أنا بقالي 20 يوم وجاية إن بانيك أتاك بالمناظر دي في إيديها ورجليها وبطنها. بس خلي بالك البنت دي أمحوية شوي، يعني سكين تايب 3 أو 4 زي ما أنت شايف. درب عينك. أنا أنت ما تشوف منظر زي ده أكيد ناس كتير وعلى فكرة الجود إكزامينيشن الجود اكزامينيشن احيانا بيعوقك، بالذات الدكاتره الميلز. الحالات دي لازم تدخل معاك ممرضه وتقلع البنت العبايه وتغطيها بكفر وتشوف بارت بارت، تشوف البطن كويس، تشوف الظهر كويس، تشوف الشيست، تشوف الارم، وتانكفر البارت اللي هتكشف عليه وتكفر بقيه جسمها احتراما لادميات. بس مهم ما تكتفيش بالاماكن الظاهره. علشان كده انا جايب لكم صور. شوف بقى هنا الدرموسكوب، البنت دي سكين تايب كام؟ 3 او 4. الويك هامستريا لو عين حضرتك هتجيبها اهي. معرفش الناس اللي بتشخبط دي برضو، يا جماعه ما حدش يشخبط ابوس ايديكم. بقعد تعطلوني عشان اعمل كلير للشاب. البيجمنتري دوتس واضحه قوي، والويك هام بدا يتكون اهو اهو ان ريتيكولار باترن تحت اللي فوق وريتيكولار وابيض. ده سكين ماركينج. اوعى تفتكر ان الابيض اللي مشرشه اللي يعني اللي هو دانتيل لايك ده الويكهام. الويكهام اللي تحته يعني بص اهو، كل ده هو الويكهام استراي اللي لونه مش وايتش قوي، وايتش كريمي، وبدا عينك تتدرب تشوفه اهو. والبيجمنتري دوتس واضح. اللايكنويد دراج ربشن هرجع لك ازاي تفرقي بينها وبين اللايكن. حاضر، دي حاله من الحالات اللي كانت نيو ليجنز في الهاند عندها او في الليجز. انت شايف النورمال سكن بتاعها عامل ازاي؟ ده اصلا بتحس ان هو يعني شايف البيجمنتيشن، ده النورمال سكن بتاعها، والليجن الويك هام هنا واضحه وفيها فاسكولار باترن واضح اهو والدنيا تمام. الاكيوت جنراليزد لايكن مش هتلاقوه في الكتب، وفي حد كده بيقول انا مش شايف سكين ماركينج، انا شايفها كلها ويك. طب اوريها لك ازاي دي. بص يا عزيزتي، اللي انت شايفاه ده مش ويك هام، الويك هام اللي هنا اهو. بص على السهم ده شايف الخط اللي انا ماشي عليه بالسهم ده اهو. الجزء ده ويكهام وكيس عليه اللي شبهه زي ده كده، لكن اللي بره ده مش ويكهام، ده سكين ماركينجز وسكيلز وبتاع، مش ده الويكهام اهو.
خلاص اهو دي طبعا كانت صوره اوضح شويه. الأكيوت جنراليزد لايكن از تيرم ممكن نسميه الايرابتيف لايكن بلانس، ده السينونيم. في كتاب رائع زي روك، طبعا انا من عاشقين روك يعني بحبه عن حاجات تانية، تلاقيه ما يكتبلكش الترم ده، بيسموه اكيوت اند سب اكيوت لايكن بلانس ويز ا كونفلوينس اوف ليجنز، هو اسمه كده. فكل دي سينونيمز للأكيوت جنراليزد لايكن بلانس. الحقائق العلميه عليه ككبسوله، هو باللايكن بلانس بريزنت از رابيدلي سبريدنج ديسيمينيتد اريثيميتس فلات توب بوليجونال بابيولز اور ماكيولز اند مي بي امبليكيتد اند تيك ا فيريشس هيو او كلر. زي الحاله، اقرا الكلام ده وركز في الحاله اللي احنا عرضناها اول واحده. ليجنز مي ابير اوفر ترانك اول فور اكستريميتيز، وكمان الميوكوزال سيرفيس، يبقى لازم تفحص العيان فحص دقيق وشامل. مالتيبل كونكوميتنت ايرابتيف ليجنز مي ديسبلاي ديفرنت مورفولوجي سجستنج كرونولوجيكال ايفولوشن اوف انديفيدوال بابيولز اند ميكروز. فاهمينها دي؟ يعني انت مش هتلاقي شكل المرض ده واحد، هتلاقي نوع من انواع البوليمورفيزم شويه، يعني حبه في بابيولز، حبة في ماكيولز، ماكيولز صغننة، ماكيولز كبيرة، ماكيولز والسنترال داسكي كالوريشن، حاجة كده مدية على الإريسيما مالتيفورم شوية، هتتلخبط. بص ارجع للصور، بص قبل ما ندخل في التريتمنت، بص صور الحالة التانية للبنت، سيبك من الدرموسكوب، بص الكلينيكال، بص ده دراعها وده رجلها، شوف الليجنز اللي في الرجل عاملة ازاي. دي ليجنز ستيل the earliest اللي هو earliest lesion او النيو ليجنز، هي دي. والليجنز اللي في دراعها اقدم oldest شويه. وبص اللي في بطنها، شوف اللي في بطنها عامل ازاي، اللي في بطنها شكل واللي في ايديها شكل واللي في رجلها شكل. ده مختصر السطر الاخير، ان انت مش هتلاقي في الاكيوت جنراليزد لايكن سيمتريكال ليجنز، قصة السيمترية مش موجودة قوي. خلاص، فدي مهمة قوي، ودي يمكن كلينيكال كلو تفرق الأكيوت جنراليزد لايكن عن اللايكينويد دراج إرابشن. إن اللايكينويد دراج إرابشن إلى حد ما السيمتريكال والبايلاترال بريزنتيشن بيكون أوضح فيه، الأكيوت جنراليزد لايكن لأ. للي كان بيسأل how to differentiate السان اكسبوزد سايتس والليجنز وجودها في السان اكسبوزد سايتس فيرسس الترانك، ده مع اللايكينويد تلاقي في السان اكسبوزد اكتر من الترانك، يبقى ده مع اللايكينويد. وطبعا الهيستوري ان في دراج انتيك، بريفيوس دراج انتيك. طيب نعالج ازاي؟ يبقى احنا هنا بقينا مايندد بحالة اسمها acute generalized lichen. الحالة دي بتتشخص كبتريازيس روزية للأسف، وإحنا في يعني في خضم زربيح حالات بتريازيس روزية بنشوفها كل يوم، وطبعا ده cutaneous manifestations لكورونا للكوفيد 19 بنشوف كتير. بس والنبي في خضم الحدوتة دي خليك minded بالacute generalized lichen، حكم بنشوفه. الكلوز للتشخيص بيبقى highly pruritic، بيهرش قوي. خلي بالك من البوليمورفيزم الموجود، هتلاقي بابيولز وممكن بليك وممكن باتش، وموجودة في الترانك وفي الاكستريميتيز وممكن في الميوكوزال سيرفيس كمان. خلي بالك من الجريدز اوف كالر، ان الباكيول مش كلها نفس اللون اريثيميتس، ساعات بتلاقي ماكيولز وزداسكي كالوريشن ان ذا سنتر وهكذا. كل دي الكلوز الكلينيكال. واللي هيقول لك انه لايكن ايه درموسكوب. طب نعالج ازاي الحالة دي؟ لانه برضو تسألنا في الويبينار اللي فات نعالجها ازاي. طبعا بتتعالج بسيستيميك ستيرويدز، بالفوتوثيرابي، ايزر نارو باند اور بوفا. يعني ده مكتوب في الليتريتشر وده مكتوب. according to my experience نارو باند is better. يعني according للماي اكسبيرينس في الحالات دي النارو باند نتائجه حلوة جدا. يبقى ما تشوف حضرتك حالة من دي، اول حاجه تعمل لها ريفيرال على اقرب مكان فيه نارو باند، او يا حبذا لو عيادتك فيها نارو باند هتدخلها تعمل نارو باند على طول، ولازم سيستميك ستيرويد في البدايه. طب لو ما عنديش مش يعني عندي مشكله مع السيستميك ستيرويد،
او الحاله ريسيستنت للسيستميك ستيرويد الاسيتريتين مكتوب في الحالات دي. ده اللي مكتوب في الليترتشر. طبعا في حاجات يعني مكتوبه في الليترتشر بس الليفل اوف ايفيدنس بتاعها مش قوي، زي مثلا كان مكتوب السايكلوسبورين في بعض البيبرز، وبيبرز تانية بتقول لك لا ما بيعملش حاجه. مكتوب الاتراكونازول، تخيلوا البالسد ثيرابي اوف اتراكونازول عالج حالات من الاكيوت جنرالايزد لايكن، بس دي طبعا كانت يعني برضو الليفل اوف ايفيدنس بتاعتها مش قوي. يبقى اذا الحاجه اللي نقدر نعتمد عليها علاجيا السيستميك ستيرويد لازم التوبيكال مش هيبقى كافي، فوتوثيرابي ايذر نارو باند اور موفا. وكده انا اشكركم شكرا جزيلا، انا عرضت في عجاله عشان تبقى كبسوله فعلا والموضوع ما يفتحش مننا. انا بس هعمل برين ستورمينج بسيط جدا جدا في البداية علشان اللي دخلوا متأخرين للكلاسيك لايكن انه بيكون باين ازاي، يعني just in one minute نبص عليها تاني. وقلنا ان الترياد ده بنشوفه، مش لازم تشوف الثلاث حاجات، ممكن تشوف طبعا الحاجة اللي لازم تشوفها قوي هو الويك هامستريا ده في الكلاسيك لايكن، لكن مش هتشوفه في الاكتينيك لايكن او هاردلي انك تشوفه، مش هتشوفه في البيجمنتد لايكن او اللايكن بيجمنتوزس. خلاص هتشوف اكتر البيجمنت باترن سواء الريتيكوليتد او الهوموجينس او البلوتشي. خلاص يعني اذا الويك هامستراي ده دوره القوي جدا انك تشوفه في الكلاسيك لايكن او اللايكن اللي هو الكلاسيك بتاعنا ده، لكن انك تشوفه مثلا في اكتينيك لايكن ده صعب شويه. الفاسكولار باترن نشوفه قوي قوي في الاكيوت جنرالايزد لايكن، وبتشوفه في اللايكن العادي لكن نشوفه بشكل اوضح في الاكيوت جنرالايزد او الاكيوت اتاك. والبيجمنت طبعا بتشوفه في الكلاسيك، بتشوفه في البيجمنتد لايكن، في الاكتينيك لايكن طبعا، في الزوستريفورم لايكن طبعا بتشوفه. بص على الصوره، ادي الويك هامسترايا ودي الفاسكولار دوتس او الفاسكولار باترن معاها، دول الحاجتين الواضحين جدا في السياق ده. شوف حاله ثانيه اهي، ويك هامستراي واضحه بس مش ريتيكولار فورم قوي، تحس ان هي في اللايك هنا وفي البريفري، يعني واخده انيولار باترن في البريفري اهو اكتر، لكن هنا ريتيكولار في الجزء ده شويه. هنا الريد سيركل دي معناها البيجمنت دوتس، ودي هنا في الفاسكولار دوتس. تمام، هنا هو صوره يعني، بص درب عينك بقى، هتبدا تشوف اللي هو الويك هام بدا يتكون وبيحاول ان هو يعمل زي ريتيكوليت باترن. بص على المنظر ده، ويك هام على خفيف كده وفي سكيل والبيجمنت واضح، والفايوليشس باك جراوند او الفايوليشس داسكي اريثيما باينه في الباك جراوند على طول، ده لايكن. بص على المنظر ده برضو، يمكن الباك جراوند مور فايوليشس ان كلر، الويك هام سترايا موجوده مش لازم تاخد الشكل الريتيكولر. فانا برضو حبيت اراجع الكلام ده، شايف البوليمورفيزم للليجنز شويه، هنا بابيولز، هنا بتحس انها مديه بابيول مطفيه، هنا في سكيلز، هنا في ماكيولز اكتر، في وفي الاكيوت جنرالايزد الويك هام بتبقى اسمها انفيزبل ويك هام سترايا، او يعني عايزه عين خبيره عشان تلقطها لان هي حديثه التكوين، والفاسكولار ماركينجز هي اللي موجوده اكتر والسكيلز. اشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، واي سؤال قبل ما نقفل النهارده الكبسوله الرمضانيه دي، هعمل لكم كبسوله بقى الاسبوع الجاي هتعجبكم قوي، في برضه من شغل العياده حالات جايه وازاي تعالجها او تبقى مايندد بيها يعني. خلاص اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله تقضوا السهره في طاعته ومرضاته. بلاش مسلسلات يا جماعه، اقروا قران وذاكروا واقروا، ربنا معاكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.